لالا شريفة رئيسة جمعية الأمل الجديد لتجار مدينة بني ملال. كيف ما تتشوفوا أصحاب المحلات التجار ديال المدينة القديمة راهم خرجوا كيحتجوا، هانتوما كتسمعوا معنا الشعارات. ارتئينا أننا نسدوا اليوم المحلات ديالنا ونخرجوا نعبروا على الغضب ديالنا على المشكل اللي ما بغاش يتحل في بني ملال، رغم أن هذوك الناس الفراشة راه خذوا البديل وما بغاوش يخويو المدينة. المدينة راه كاين اكتضاض، راه ولات ماشي غير سوق كبير. راه حنا درنا صور الشوارع كيفاش دايرين، كاينين البيشان، كاينين الناس مغطين بالمانط، يعني الشارع ما بقاش تيبان، الازقه ما بقاوش تيبانوا. فاذا به جاو عندنا السلطات المحليه والناس ديال الامن داروا لنا حصار، ما خلاوناش نديروا المسيره ديالنا. قال لك هذه الظرفيه ما يمكنش وما كاينش ليفيكتيف وهذا وهذا، وحنا يعني كيف ما قالوا الاخوان لو يعني يحضروا لنا غير الربع من هذا الكم ديال رجالات الامن ويخويو لينا الشارع كان يكون افضل، كان يكون حسن. ما يوصلوش التجار لهذه الحاله هذه، وراه مازال التجار غادي يطوروا اكثر من هذا الشيء، لان راه اليوم حبسونا احنا يعني ماشي احنا ارتئينا اننا ما يكونش احتكاك، ما يكونش تصادم. غادي ندوزوا النهار ديالنا هنايا في الباب ديال الهريه، ولكن الخطوات النضاليه الجايه راه ما غاديش الاخوان التجار راه ما غاديش يصبروا، لان خصهم يلقاو لينا الحل، وخص السيد الوالي يدخل. راه السيد الوالي راه وعدنا شحال من مره وقال لنا غادي يدير لجنه اللي غادي تكلف بالمحلات اللي تعطاو بالبديل اللي تعطى، راه ما كاين حتى شي حاجه. السيد الباشا وعدنا ما مره ما جوج، ما كاين حتى شي حاجه. راه التجار راهم تيموتون، ادارات ديال الضريبه راه تتنزل علينا، صحاب الحوانت راهم سدوا، راه يمكن كاع غادي نسدوا ونخرجوا نديروا الميكات في الشارع كاع غادي نفرشوا. دايرينو لمده 24 ساعه اليوم الاثنين، والخطوه المواليه ان شاء الله راه غادي نجتمعوا التجار بيناتنا باش نحدوا الخطوه المواليه، لاننا ما تليناش غنرجعوا اللور، يعني خطوه مورا خطوه حتى ناخذوا الحقوق ديالنا، لان الحق راه لا يعطى، راه ينتزع، راه خصنا حقنا نديو. تنخلصوا الضريبه، تنخلصوا المسائل ديالنا، الواجبات ديالنا، الحق ديالنا بغيناه. هاد الناس اللي كنتو بغيتوهم يبقاو يخلصوا معنا الضريبه، نديروا عداله ضريبيه. راه ما يمكنش حنايا نخلصوا الضريبه ونخلصوا الكرا والماكن ديال الضو دابا في شهرين كيتحيدوا، الماكنه ديال الما في شهرين تتحيد، ويجي فراش هو ولا خدام خير من مول الحانوت، ولا الكاميون تيجيبوا السلعه الفراش خير من مول الحانوت. الفراش ولات عنده الطوموبيل، مول الحانوت باع الطوموبيل، ها هو غادي ماشي غيبيع المحل، غادي يديروا ليه افراغ، ما لقاش باش يخلص الكرا. راه كون غايبيعوا المحلات نقولوا غادي يدير مشروع اخر. دابا الاخوان راه ولا تيجيهم افراغ، ما لقاوش باش يخلصوا الكرا. لذلك تنطلبوا من السيد الوالي الله يجازيه بخير يتدخل، لان لا الباشا عطانا وعد ما وفاش به، السيد القائد هو جا جديد بغى يخدم بدا شي ايامات ولكن عقب رجع اللور. الله يجازيكم بخير، بني ملال راه يمكن الوحيده اللي باقا فيها الفراشه، المدن الاخرين راه قاعد تنقاو، وحنا كاين عندنا البديل، تعطى البديل، يعني ما يلقاوش لينا شي عذر، البديل تعطى هاد الناس يخوفوا المدينه، يشوفوا لهم حل اخر، وشكرا.